تحية لكم إلى ما كنتم داخل وخارج الوطن، وحيكم في حلقة جديدة من مع الجمهور. وموضوعنا اليوم نتحدث عن آخر تطورات جبهات الساحل الغربي وأيضا جبهات الجوف ومأرب، والتي ابتلعت مئات الميليشيات الحوثية، خصوصا أولئك المغرر بهم على الأسف، المئات منهم بين قتيل وجريح وأسير. طبعا لا ندري على ماذا تراهن ميليشيات الحوثي رغم الكم الهائل من القتلى، ومع أنه يعني للأسف دم يمني غالي علينا، لكن هذه الميليشيات لا هم لها إلا دمار الشعب اليمني، قتل اليمنيين، العبث بدماء وأشلاء اليمنيين. أستقبل اتصالاتكم كالعادة عبر الأرقام التي تشاهدونها على الشاشة وعلى تطبيق الإيمو وعلى تطبيق الدو، لكن بعد هذا الفاصل. إذا مشاهدينا الكرام، من تطورات جبهة الساحل الغربي، المكنى أبو هاشم، هذا من أحد من أبرز القيادات الميليشية الحوثية من مديرية أفلح اليمن في محافظة حجة، قتل مع كل أفراده في جبهة الساحل الغربي. ولأن الميليشيات فقدت أحد أزلامها ادعت أنه مات بحمى الظنك، مع أنه قتل في جبهة الساحل الغربي، إلى جانب المئات كما قلت لكم سلفا في مختلف الجبهات يموتون دون أي وجه حق سوى ما يسمى بالأفكار المغلوطة التي تتبعها هذه الميليشيا الإرهابية وتحت مسمى الدفاع عن الكتاب والسنة والقرآن، وهذه الأفكار الداخلة على بلادنا، مع أنه الجميع أصبح يدرك على أن هذه ميليشيا لا هم لها إلا الحكم والتسلط وتنفيذ المشروع الإيراني في المنطقة. متصل أول متصلين، مرحبا. ألو، مساك بالنور، من معي أخي؟ أبو كنعان من مارب. أهلا يا أبو كنعان، تفضل. وش أخبارك؟ والله الحمد لله ماشي الحال، تفضل. عندي رسالة للحوثة. تفضل. الساحل بعيد عليهم بعد الشمس. سمعتني؟ نعم. وقبل يوم شفتوا مقابلة لهذا اللي يسمي نفسه عاطف، محمد عاطف. هذا عاطف لا يشكل أي رقم، سيبك منه. واصل. يعني ما عنده لا أدب ولا إخلاقية ولا عنده. ما عابش معهم أحد أصلاً، ما فيش معهم أحد، اشتروا لهم هو ولا بعض الناس الذي كانوا يستخدموا في الماضي. يعني خليه يخبر الله. خليها كذا أحسن وطا. واصل. وإن شاء الله النصر. كيف آخر مستجدات في مأرب؟ والله المستجدات أمس بالليل سقطوا فينا صواريخ الساعة 3 الفجر وأنا مخزن في السيارة. ما فيش ضحايا إن شاء الله؟ لا ما فيش، ما أعتقد إن في ضحايا أمس بالليل. الحمد لله. وإن شاء الله متوجه لعدن. أشكرك يا أبو كنعان، تحية لك. بإذن الله تعالى. تحية لك ولكل الشرفاء والصامدين. ومتصل جديد، ألو. ألو مرحبا. موجود يا شباب؟ ألو مرحبا. ايوه اخي تفضل. انت معك يا اخي على الهواء، تفضل. من معي؟ معك ابو نزار. تفضل يا ابو نزار. السلام من الله عليك. تفضل انت على الهواء. نفس هذا الميليشيات التي تعبت فينا مو معرض وفي محافظة الجوف، الأخبار صحيحة أن الميليشيات اقتحمت إلى داخل الجوف الحزم. كلها أكاذيب، كلها أكاذيب، لكن في تقدمات لهم، لا ننكر أنه معهم تقدمات، لكن سرعان ما تتلاشى وتنتهي. ألو، موجود يا أبو نزار؟ السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ألو، ألو. أعود وأكرر مشاهدي الكرام أنه مهما حاولت هذه الميليشيا أن تزعم الانتصارات الوهمية التي تسوقها للشباب، آلاف الشباب المغرر بهم، في الأخير هؤلاء يمنيون، ويعلم الله كم نأسف على تلك الدماء التي تسفك. متصل جديد، ألو. ألو، ألو مرحبا. تفضل أخي. من؟ ألو. أيوه معك، تفضل. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أيوه تفضل أخي، من معي؟ هاني. تفضل يا هاني، أنت على الهواء.
طلع لنا الموضوع يا اخ اشرف. انت على الهواء يا هاني، تفضل. غير يا شباب، ما في صوت للاسف. هو متصل جديد. الو، اسمع من التليفون الله يخليك. الو، السلام. وعليك السلام ورحمه الله. الو، ايوه اخي تفضل. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. وعليك السلام، كيف حالك؟ تفضل، من معي؟ معك ابو مهند. ابو من؟ معك ابو مهند. تفضل يا ابو مهند. ابو مهند تفضل، انت على الهواء. ابو مهند. طيب واصل، انت على الهواء يا ابو مهند. ابو مهند. طيب انت على الهواء يا ابو مهند. هات الميليشيات الكانوتية، نطالب بك. هات الميليشيات الكانوتية يا اخي، دمرن كل شيء في اليمن، دمرن كل شيء، وصلت انتهاك اعراض الناس يا اخي، حتى النسوان. وش اي انسان حكم من اول يشل النساء ويدخلون السجون. هذا الانسان ما عندوش ضمير، ادي النسوان ديان في السجون. وهذا الرجل والله العظيم، هذا الحوثي، ان انا طالب كل الاطراف ان تتوحد ويتجهون له حتى يصلوا محافظه صعدة. ان شاء الله قريب ان شاء الله يا ابو مهند، ليش تستعجلوا؟ نهائيا الامور ماشيه ان شاء الله بخير. واطالب طارق عفاش انه يزحف من الحديده، اطالب طارق عفاش انه يزحف من الحديده الى ضمار والى ريما والى محافظه حجه ان شاء الله قريب يا ابو مهند. اتجه لصنعاء مباشره. اشكرك يا ابو مهند، تحيه لك. استقبل اتصالاتكم اذا المشاهدين الكرام عبر الارقام التي تشاهدون على الشاشه وعبر تطبيق الايمو وعبر تطبيق الدو لمن ليس لديهم اي رصيد دولي. ومتصل جديد. الو، السلام عليكم. وعليك السلام ورحمه الله وبركاته. معك محمد من المنارب. تفضل يا عم محمد. وش الموضوع اللي ما فيش كهرباء عند الاطافي؟ والله يا محمد، حول جبهات الساحل والجوف ومارب انها تبتلع مئات الميليشيات الحوثيه. هذه تدخل جارية هذه، بس انا كنت اشتي اقلك حول مصالحه، فات الحلقه السابقه ما نسيت. تفضل. وللمتصل نقول دائما للمتصل ان يطرح ما يريد. حول المصالحه، اذا الذي يطلبه المصالحه اذا هناك نيه صادقه، اول شيء هو رفع العقوبات على احمد علي عبد الله صالح. نعم. الذي وضع السم في العسل يبعده، هذه اول خطوه يعني لمعرفة صدق النوايا. احنا قلنا لهم يا عم محمد اعتذروا للشعب اليمني، ويكون عندهم شجاعة، يكون عندهم شجاعة أدبية، اعتذروا للشعب اليمني، مش عيب يعني. يطلع اليدومي ويطلع الآنسي يقول احنا والله اخطأنا واجتهدنا ولم نصب يعني، وبالتالي يكون في نية حقيقية لإنقاذ البلد من هذه الميليشيات. أما مسألة يعني التغريدات في الفيسبوك وتويتر وأيضا المقابلات التي لا داعي لها من أطراف لا تمثل كقيادات في الصف الأول، ما لهاش أي لزمة. واصل يا محمد. هو رأيه أي، هذا هو رأيه أي مؤتمر يتكلم بغير هذا الكلام لا. أما الاعتذار فهو اعتذروا مثل ما اعتذروا الحوثيين. صحيح. طيب آخر تطورات جبهة مأرب كيف يا عم محمد؟ والله هي يعني حال شاي يعني ممتازه يعني، والله في يعني تقدمات يعني تمام من جانب القوات الحكوميه تمام. اشكرك يا محمد، تحيه لك. مسألة المصالحة مشاهدينا الكرام كنا قد عملنا لها، خصصنا لها حلقة يوم الأربعاء، وبالتالي نقول للناس انه الناس الجميع مع المصالحة يعني، من الذي ضد اي مصالحة وطنية؟ لا تستثني احد، نحن نقول مع كل الأطراف. وبالتالي هذه الإجراءات تصدر عبر الجهات الرسمية من القيادات في الصف الأول، هي التي تحدد هذه الأشياء، ويكون عندها شجاعة أدبية من كل الأطراف يفتحوا صفحة جديدة لإنقاذ البلد من هذا المنزلق الخطير الذي يعيشه. أما مسألة الهرطقات والصياح والنياح من أطراف تريد أن تتصدر في المشهد، هؤلاء لا يشكلون أي رقم في على أساس في المعركة السياسية، أو ليس لهم أي تأثير حتى على القرار سواء السياسي أو التنظيمي أو على المشهد الحاصل الذي تشهده البلد. متصل جديد. الو، اعود واكرر ان موضوعنا حول جبهه الساحل التي تحاول ميليشيا الحوثي اكثر مره الدفع. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمه الله. كيف حالك استاذ؟ حيا اخي، من معي؟ معك ابو اكرم من محافظه اب. تفضل يا ابو اكرم.
كيف حالكم؟ نحمد الله على كل حال، تفضل. أقول لها بكل صراحة ما لها أهل إلا أهل عفاش. وكل الشرفاء يعني، وكل الشرفاء بمختلف التكوينات السياسية. ما لها غير عفاشين، وما لها إلا أحمد علي عبد الله صالح، وما يحكمنا إلا أحمد علي عبد الله صالح إن شاء الله بإذن الله تعالى. هذا يحدد الصندوق يا أبو كرم. ذقنا ذقنا يا أستاذ فارس والله، درينا من الحق ودرينا من الباطل. ما تفرق يا أبو كرم، خلوا أثقكم بالله كبير. وإحنا وثقنا بالله وبرجال الأبطال الشرفاء. كيف حال الناس في 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 إب هذه الأيام؟ والله خل على الله بس. حسبنا الله ونعم الوكيل. وتحياتي لك وإن شاء الله إلى البر الأمان. أحييك، شكرا لك، وتحية لكل أبناء إب ولكل المحافظات الصامدة على بطش هذه الميليشيا الإرهابية. وعليك السلام ورحمة الله. السلام عليكم. اتفضل أخي، من معي؟ معك أبو طلحة. اتفضل يا أبو طلحة، مرحبا. يا فارس. منور اتفضل. أبو طلحة. واصل يا أبو طلحة. أبو طلحة علشانك ولا كنت أبو بصلي. لا لا لا، خلينا كبار، ما ننزل إلى المستوى هذول الناس اللي يصغروا أنفسهم. كلنا يضع نفسه حيث يريد يا أبو طلحة. عندنا مشكلة، أولا أتقدم بالتهاني والتبريكات للأخ أحمد علي عبد الله صالح لأسرة ني عفاش على اللفتة الكريمة لطلبتنا الذي بالصين. وأنا أقول للحكومة الشرعية، يا حكومة الفنادق نكتي حكومة بالخنادق، إحنا دين طالب بحكومة حرب. أنا كل ما اتصل لكم، كل ما اتصل لقناة سهيل أقول نشتي حكومة حرب. هل يستطيع هذا يشكل حكومة حرب؟ ضربوا المعسكرات، ضربوا كل شيء، إلا هم عايزين يقولوا للتحالف ما عندنا دفاع جوي، الحوثي أكل علينا، يقولوا ما عندهم أسلحة، منين خرجت الأسلحة هذه؟ يا أبو طلحة، يخبوها على ظهر المؤتمر الشعبي العام، لو هم رجالهم لا يوجهوا الحوثي، لكن جلسوا يجمعوها 5 سنوات، يا أبو طلحة، جلسوا يجمعوها 5 سنوات وسلموها على بارد مبرد الحوثي مع الأسف. ثلاثة أمثار، عيب عليهم وعلى المملكة العربية السعودية، مثلهم يسدي لهم القوة، هذا ما تحاسبهم. إحنا نطالب بتشكيل مجلس عسكري إن والله وشكلوا حكومة حرب هذه، ولا على طارق عفاش حدث المؤتمر اللي هو الشعبية يشكلوا مجلس عسكري وإحنا إلى جانبهم، إحنا مستعدين إلى جانبهم. ليش وقفوا جبهة الحديدة؟ لأن جبهة الحديدة رجال ما فيهاش كشوفات وهمية يا أبو طلحة، ما فيهاش كشوفات وهمية ولا صفقات ولا بيع شراء. كان علي عبد الله صالح يديلهم المعاشات يا أخ، كان يديلهم المعاشات ومساحة التقرير، عيب عليكم. والآن تصير تطالب معاش أخوك قتلوه بالحرس الجمهوري، يقول لك أنت من النظام السابق، استحوا، إحنا أدينا 3 شهداء من الحرس الجمهوري، عيب. أشكرك يا أبو طلحة، تحية لك. معذرة على المقاطعة يا أبو طلحة، معي المئات من المتصلين، تحية لك، شكرا لك. ومتصل جديد، ألو. الله، السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. يا عبد الكريم. اتفضل، من معي يا أخي؟ أهلا عم فارس، كيفك؟ حياك، من معي؟ معك أبو قعقع. أبو من؟ أبو قعقع. تفضل يا أبو قعقع. أهلا وسهلا، أنت مبدي سؤال يا أخي، دحين طارق معفاش لما بالساحة الغربي شو بيسوي؟ بيجهز العدال لتحرير البلد، ايش بيسوي؟ مشوف في فنادق اقصد، هو في خنادق مع الابطال في مقدمات الصفوف يا ابو قعقع. انا يا جماعه الخير ضحكتم على الشعب اليمني، موتتم الشعب اليمني بالهرجه بحكم هذا. والله ما فيش معنا احنا لا صرخه خمينيه ولا معنا مشروع الكذب والدقل ولا الولايه ولا الخرافه ولا خلافه، معنا مشروع وطن، مشروع واضح. الشعب اليمني يعرف من هو طارق عفاش، من هم الأبطال ذي معه، وماذا قدموا للوطن في الماضي، وماذا سيقدمون في المستقبل. أما أنتم شو معاكم؟ ألو. تفضل. حبيبي لهم سنتين ما فعش طارق عفاش جالس بالساحة الغربية بيعوم بيسبح ولا بيقلع بطاف ولا بيشو يسوي بالله عليك، والجيش معه كل حاجة معه. الصبر. حدك يتحركوا معه كلهم. الصبر يا حبيبي الصبر. النصر ساعة. وانتم تعرفون حجم المؤامره التي تامروا عليه من حكومه الى امم متحده الى مجتمع دولي، لكن الصبر. مش راقد كل يوم بيخرج دفاع، كل يوم بيدرب، كل يوم بيجهز، كل يوم بيجمع الجيش الذي تامروا عليه، بيرجعوا مع الحوثي كلهم. لا ما يرجعوش، مستحيل.
لا قد شفناهم في صنعاء كلهم بالسايل. يا رجال رجع لكم واحد واحد رخيص ما فيش داعي لذكر اسمه. لا ولا كان يشكل اي رقم، كان مجرد هكذا دوشان يستخدم المؤتمر للدشونه. ايش الذي يعني خسر المؤتمر؟ والله نتمنى انه يتحرك، بس انه دحين يعني جالس بالساحل الغربي لا طلع ولا نزل ولا فعل حاجه. ما يطلع وما ينزل ما يهمك يا ابو قعقع. ما حد يدري مع منو، ما حد يدري مع منو، هو مع الوطن ولا مع الشرعيه. الايام ستثبت، الايام ستثبت هذا الكلام. ولا درينا مع منو. اشكرك اشكرك، تحيه لك. والايام هي وحدها كفيله تعرف الابطال من هم. ويقولوا الأم تعرف أبنائها الحقيقيين. متصل جديد. ألو ألو ألو، مرحبا. ألو، اسمعني من التلفون الله يخليك. أعود وأكرم مشاهدي الكرام، نناشد الآباء الأمهات المشايخ القبائل، لفلفوا أولادكم، لفلفوا المغرر هول بهم، لا تراهنوا على ميليشيات الحوثي الذي يحاول أن يصور لكم في بعض المشاهد أنه يعني انتصر وأنه زحف وأنه ألو مرحبا، بيقدم المئات من أبنائكم. السلام عليكم. يفعل له فيديو لانتصار الانتصار وهمي. ألو مرحبا. ألو السلام عليكم. وعليك السلام، كيف الحال؟ تفضل أخي، من معي؟ أبو خالد. كيف الحال أبو خالد؟ ايوه تفضل يا ابو خالد، انت على الهواء. والله بالنسبه للجبهات هي اكثر من برا، وكل الشغلات من برا، ما عاد بيد الجيش ولا بيد الحكومه. المنطقه القريب على بعد امتار. يا ابو خالد انا اجلس دائما نرمي اخطائنا على الخارج ولا على الداخل؟ متى ما وجدنا طيب قياده في في في, في الخنادق مع في الصف الاول مع الابطال، انتم شاهدتوا قياده المجلس الانتقالي في مقدمه الصفوف، قياده المقاومه الوطنيه بكل مسمياتها في مقدمه الصفوف، على من نكذب؟ اكيد اكيد، بس ضروري ضروري توحيد الصف ان شاء الله، الامور طيبه ان شاء الله. والله تطلع قياده الاحزاب، يطلع اليدومي، يطلع عبد الوهاب الانسي، ويعتذر للشعب اليمني، ما عنده يعني ليست مشكله. الذي ضد توحيد الصف هم اللي اعتقد ان هؤلاء لا يمثلون الا انفسهم ولا يمثلون الشعب. لكن هل في جدية؟ توحيد الصف ضروري لجميع الأطراف، وننسي الماضي وكل شيء إن شاء الله يا أبو خالد. إن شاء الله إن شاء الله يعقلوا هؤلاء الذي قد عفى عليهم الزمن، مع أنهم شيابات مع الأسف، يعني لديهم من أخطاء الماضي ما يقرف، ما يشب منها الطفل. مع ذلك نقول لعل وعسى يختموا أيامهم أو أعمارهم بمواقف مشرفة وطنية تخرج البلد من هذا المنزلق الخطير. أشكرك يا أبو خالد. متصل جديد. ألو ألو، اسمعني من التليفون. ألو مرحبا. ألو السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله. معك نجيب ألوان من الولايات المتحدة الأمريكية، كيفك؟ أهلا يا عم نجيب، تفضل أخي، وتحية لكل المغتربين. حياك الله يا أخي. أنا بس نشتي نقول لهذا الذي يتصلوا لك ويقولوا ايش لا يعمل طارق عفاش بالحديده يا اخي، ليش ما يقولوا ايش لا يعملوا الاصلاحيين يعني بمارب، وهذا لهم 5 سنين، ليش ما يقدموهم؟ جمعوا السلاح وسلموا للحوثي، هذا الذي فعلوا. ايوه قدموا كل حاجه ودوها للحوثي ورجعوا يهربوا مارب، والان بيشتوا يسلموا مارب للحوثي، يعني معهم اتفاقيات، ويرجعوا يقولوا انه طارق عفاش. طارق عفاش سنتين كان على مشارف تحرير الحدود، تامروا عليه وقفوا جبهته، وسنتين لم تخترق حتى جبهة، حتى جبهة واحدة ما اخترقت، وكل يوم انتهى كل يوم يحاول الحوثي في مختلف المناطق يزق بالمئات المغرر بهم من الأطفال والشباب، ومع ذلك انتهت كل محاولاتهم بالفشل. ما عندش كشوفات وهمية يا عم نجيب. الله ينصرهم طارق. ما عندش كشوفات وهمية في الحديدة إن شاء الله. ما عنده كشوفات وهمية ولا عنده صفقات بيع شراء، خرج من أجل قضية، قضية وطنية، وضحى بابنه وضحى بأخوه وضحى بعمه، ضحوا بالغالي والرخيص لحد زايد على أحد. وهم هذا اللي قاتلهم هم، إنه يعني علي عبد الله صالح ضحى بنفسه علشان الوطن، وهم اكتشفوا حقيقتهم. صحيح. لكن إحنا نشتي نقول لهم يعني الله ينصر الأبطال في الحديدة إن شاء الله، وينصر طارق حفاش على الحوثة وعلى أي واحد ضده أو ضد الوطن إن شاء الله. أشكرك أشكرك يا عم نجيب، وتحية لكل المغتربين. ومتصل جديد. ألو. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ فارس؟ أيوة مرحبا، من معي أخي؟ غيل العدلي. من؟ غيل العدلي من الحديدة.
من قال يا شباب ابو ليلى؟ عادلي. تفضل يا عادلي. طيب الصوت بيتقطع لكن تفضل انت على الهواء. ليلى العادلي من الحديده. يا اخي ابشروا لنا حل، ابشروا لنا حل من هنا بادي الامم المتحده هذا. الأمم المتحدة بتتاجر يا أبو عادلي، بتتاجر 30 مليار دولار اللي استلموها واللي نهبوها باسم الشعب اليمني ومعاناته. يا أخي ما بتحاور، لا يتحاوروا مع الحوثي، الحوثي غنم بغير راعي. مثلا اللي قال إن الغنم إن البهائم ما درينا، ما وضع حقهم هذا ما هو. لا نراهن على الخارج مهما كان الثمن، لا نراهن على الخارج، نراهن. يرجعوا للوطن ونختم مع ضارق عفاش يا أخي، يا نمت يا حياة. أشكرك رغم أن صوتك بيتقطع لكن إن شاء الله وصلت الرسالة، تحية لك. ومتصل جديد. ألو، السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. مشتين شارك بالبرنامج. تفضل أخي انت على الهواء، عرفنا عليك. معك أبو عهد. أبو عهد. أيوة. تفضل يا أبو عهد. عرفت تفضل يا عبد الله. مشتين يقول لكم بس يا أخي والله أنكم سديين، والله أنكم سديين. يعني إحنا ومن؟ انتم محمد انتم على كلكم بعد. طيب والشعب يعني مش يسدي على من سدين؟ اولا سدين على الشعب يا عم. ليش سدين يعني؟ كيف اكتشفت هذا اللغز الخطير يا اخي؟ كلكم ما حد منكم حتى اقتحم جبهه. والله يا اخي قد يعني قد الامور كلها مكشوفه، على من بنضحك على بعضنا يعني؟ الحديده كانت على مشارف التحرير، وصلوا اليها، تامروا عليها، وقفوها، لكن ان شاء الله بتستعد. وكل يوم الان يعني لم تتوقف الجبهه اصلا، توقفت في على مشارف الحديده او داخل الحديده، لكن بقيه المناطق ما زالت مشتعله، كل يوم قتلى وكل يوم جرحى وكل يوم شهداء. ان شاء الله الله يخارج البلاد والعباد. خلوا ثقتكم بالله كبير يا ابو عهد. ان شاء الله. تحيه لك. متصل جديد. الو الو مرحبا. الو الو. وعليك السلام ورحمه الله. أخي ما يتكلم له الحين على مارب سلم السلاح ومارب سلمه مدري إيش ومارب سلمه مدري إيش. عرفنا عليك. طيب عرفنا عليك وبعدين قول ما تريد. عرفنا عليك أولا. إحنا قلنا وحدات صف، وحدات صف، ما عندنا مشكلة يا 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 حبيب. سلمتم صنعاء، سلمتم صنعاء. الذي سلمناه اسمع يا حبيبي، الذي سلمناه هو الذي سلم صنعاء. بطلوا كذب ودقر على الناس، احنا قد قلنا خلاص ماضي. بطلوا تجوا ورجع فقاش راع الشو، فقاش تجوا وخليكم ريحكم زي الجريان الطايركم. وايش الذي حصل فيهم؟ طيب ايش الذي حصل فيهم؟ طيب ايش الذي حصل يا اخي؟ ليس عيب، ليس عيب الخطا، المشكله تخطئوا ترتكبوا الخطا. احنا مع ذلك اخطاوا بدل الاولين واخطاوا الاخرين، كنا تعالوا بالحين معكم ليش تقعدوا تتكلموا عن الناس؟ والله ما نتكلم الا على واقع، ومع ذلك نريد ان نتجاوز هذا الواقع الى بر الامان ونخرج البلد. انتم تجاوزوا خلافتكم، احنا نتجاوز خلافتنا وخلاص، تعالفنا واحد واحنا واحد ضد الحوثي، خلافتنا كلها والحوثي المستفيد. ما يتحدوا كل اليمنيين، ما تخلص، ما يتحدوا. اللهم احيانا هذه العتاب، العتاب هذا العتاب لا يفسد. طيب يا اخي اسمعني، على عقولنا وعقولكم، اذا ما نحاسب انفسنا ونحاسب غيرنا لن نستطيع ان نتجاوز الخطا. ليس عيب الخطا، العيب ان نصر على الخطا. الماضي من الماضي ويد واحده الجميع ان شاء الله. انتم تتكلموا بالاعلام على هذا ولا بتتكلموا عليكم. طيب يا اخي ناشد عبد، ناشد القيادات حقك والحكومه يتحركوا. طيب لمتى؟ بان ناشد القياده والناشد طارق والناشد الجميع، واحنا يد واحده ان شاء الله. يلعب على اغلبنا الجمعه بس يكفي، لعبنا هنا. احييك احييك وان شاء الله رسالتك تصل لمن ما لمن تبقى فيهم حتى بعض من النخوه، اذا عاد باقي نخوات، اذا عاد باقي ابطال، اذا عاد باقي شرفاء من هؤلاء الذي فحطوا. راجعوا حساباتكم يا جماعه، التاريخ لا يرحم، وكم بتعيشوا. اقل حاجه تاخذوا موقف مشرف. قالوا الناس مصالحه، قلنا يلا مصالحه تفضلوا. اجعلوها افعال مش اقوال وهرطقات، تضحكوا على الناس، تخدروا الناس. المصالحه تنسي ابطال في مقدمه الصفوف. تريد معركه حقيقيه للانتشال هذه القرثومه الخبيثه التي عاثت في الارض الفساد، وكل يوم اختطافات، اخرهم اختطاف الشيخ علي ضبيبي احد قياده المؤتمر داخل صنعاء بدون اي وجه حق، وغيرهم من من الاسماء التي حتى لا نسمع عنها او لا نعرف عنها او لم تصل الى وسائل الاعلام. متصل جديد. الو السلام عليكم. وعليك السلام ورحمه الله. ابو صقر معك. اهلا يا ابو صقر، تفضل. تفضل انت على الهواء. موجود ولا راح يا شباب؟ الو
شكله راح ابو صقر. الو ايوه من معي يا اخي؟ الو ايوه الو معك بن دلع. من؟ الو ايوه تفضل من معي؟ يي يي معك على الهواء. الو يا ابو تراب. تفضل يا ابو تراب. معاه تفضل انت على الهواء. انت عزيز يا حق الزعيم ايش؟ الو ايوه ايوه معك على الهواء. ابنكم السيد والمنتصر ان شاء الله. الايام بتثبت يا ابو تراب. ها؟ الايام بتثبت. الو الايام ستثبت يا ابو تراب. غدا الشواب على الشواب. وين راح يا شباب؟ خلوه خلوه نشوف ما عنده. يا ابو تراب راح مع الاسف. عيد الاتصال. عيد متصل جديد. الو 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 مرحبا. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك اخي فارس؟ طيب حيا مرحبا. من معي؟ ابو غالب. تفضل يا ابو خالد. ابو غالب ولا خالد؟ كيف حالك؟ طيب غالب ولا خالد؟ ابو غالب. ابو غالب حيا ومرحب. فوق عرق فوق راسي فوق راسي. تفضل كيف حالك حبيبي؟ طيب تفضل. نحمد الله على كل حال. انا بوجه رسالتي لابو تراب. تفضل واصل يا ابو غالب. الو ايه معك معك. طيب واصل انت على الهواء. اقول لك هذا الذي ابو تراب هذا الذي يتكلم ما ادري ايش يقول. هذا ابو تراب هو اصلا. نعم انا اهم شيء وجه رسالتي للعميد طارق. نعم ان يتوجه للامام ولا يرجع للخلف ان شاء الله قريب. ان شاء الله كل الجبهات كل الجبهات كل الجبهات ان شاء الله والجو وابطال الجو. نعم اشكرك يا ابو غالب. شكرا تحياتي. شكرا لك. العنوان يا شباب العنوان على اساس الذي يقولون احنا ما زلنا يعني مش راضين بتوحيد الصف. احنا نقول انه جبهات القوف وجبهات مارب ابتلعت مئات الميليشيات الحوثيه ومع ذلك هم بيعرضوا مشاهد الناس بتؤمن بصوره. يا جماعه اخزيتونا فضحتونا واحنا كلما حاولنا نغطي عليكم كلما جاء الحوثي فضحكم مع ذلك تقولوا احنا ضد توحيد الصف. ما عزلنا نفعل لكم لا خليتوا الناس تتحرك الجبهات. تشتوا تكونوا الشرعيه، تشتوا تكونوا الحكم، تشتوا تكونوا الجيش، تشتوا تكونوا الشعب، تشتوا تحكموا ولا قدرتوا تفعلوا شيء 5 سنوات. طيب يا جماعه لا هنا يكفي. اعيدوا تقييم الخطا الذي حصل على مدى 5 سنوات اذا كان لديكم صحيح هم وطني. نحن على مشارف الايام القادمه ستكشف نكبه 11 فبراير. هل سيكون لكم موقف مشرف في هذا اليوم التاريخي وستقولون صفحه جديده؟ ستصدر بيانات رسمية اعتذار للشعب اليمني، تشكيل حكومة وحدة وطنية دون استثناء لأي طرف سياسي. هل في نية حقيقية؟ وإلا ستنتهون أصلا. الشعب اليمني عرف من هو غريمه الحقيقي يا جماعة. ضحيتم ببلد من أجل سلطة من أجل كرسي. تشتوا تحكموا بالقوة وبالسلاح. ألو مرحبا. ألو. كيف الحال؟ ألو. سلام الله عليك. سلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا سلفاز؟ حيا مرحبا. تفضل اخي ابو صقر. ابو صقر تحيه لابو صقر وابناء القف. تفضل حياك اخي. اخي الفاضل. نعم اخي الكريم. نحن ابناء شعب واحد. ايه ايه يا ابناء ندري ان كل واحد يسعى لمصلحته ونسيه الشعب اليمني. انا لما اشوف كل الدوائر الحكوميه مكسوفه ومدمره اموت لاني مستقل مواطن اخي الفاضل. هذه فتنه يا ابو صقر ما لها الا رب العالمين ان شاء الله والحكماء لا عد علماء لا عد مرجعيات لا عد مشايخ لا عد ما ادري ايش الفتنه هذه الذي اللعنه التي حلت على الشعب اليمني. في كل مشكله كانت تحصل في مرجعيات يعني يكونوا ميزان بين هذا الطرف هذا الطرف. انتهى كل العقلاء المرحله مرحله يعني الناس اللي هم يسموهم شيعه الشوارع اصحاب المصالح تجار الدماء. أخي الفاضل أخي الفاضل نحن ننظر إلى اليمن ومستقبله. تعرف من قتل أبناء اليمن ومن دمر اليمن؟ هل عاد بعيد مستقبل أبناء؟ والله مستحيل. والله أننا يعلم الله كم نحزن
كم لحزن على كل دم يمني سواء كان من هذا الطرف وهذا الطرف يا ابو صقر. ايوه ايوه جاسفنا كل دم يمني. هل بالك ان احنا يعني ان احنا سنجيد يعني نرى الذي دمر اليمن والذي قتل اليمنيين والذي انعاد بيبني مستقبلنا ولا مستقبل اجالنا؟ اخي الفاضل احنا ليش نتعامل مع الخارج؟ لماذا ما نحافظ على بلدنا وندافع عن ارضنا وارضنا؟ طيب يا ابو صقر اين العقلاء؟ اقول لك ضاعوا كل العقلاء، ضاعوا اصحاب العقل، اصحاب الراي، اصحاب الذي كانوا في الماضي عباره عن يعني مرجعيات ثقافيه وسياسيه وقبليه، انتهوا. اخي الفاضل نحن شاهدنا ما جرى في نهر، شفت انت ما من جفه راحت، شفت انت ما من تدمير راح، شفت انت ما من الشباب راح، شفت انت يعني اولى يمنيين يا اخي مساكين عندهم اهل. حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني وعاد الباقيين يحللوا من خارج يقولوا والله يا اخي هذه داليه مجال الحرب على المتفرج. المتفرج والذي يتحدث من الخارج يبرر الحديث، يبرر الجرائم اللي مصر. ونحن يعني اليمنيين بيدفعوا الثمن بغض النظر. صحيح. نسال الله ان يحقن الدم اليمني يا ابو صقر، نسال الله ان يحقن الدم اليمني. انا اتمنى ان اي واحد منكم تعال يخرج البترول. اتمنى ان واحد منكم تعال يخرج الاقتصاد. اتمنى ان واحد منكم حمى الحدود. اتمنى ان واحد منكم تعال لاصلاح البلد. اتمنى من يعني من ساعه يعني سائلنا بالموت تذبحونا وعاكم قلوبها تكفونا. اشكرك يا ابو صقر، اشكرك وان شاء الله تصل رسالتك. الو الو مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، تفضل اخي من؟ اسمعني من التليفون. معك ابو خالد. اتفضل يا ابو خالد. اتفضل انت على الهواء. كيف الحال؟ نحمد الله. والله نحيي العميد طارق، ان شاء الله انه والهجوم المعاكس هذا الميليشيات يرجع هجوم مرتد على متحرر الحديده ان شاء الله. وهذا اللي حصل، هذا اللي حصل يا ابو خالد. مع ذلك نحزن لاولئك القتلى. يعلم الله يا ابو خالد كم نحزن يعني ونتالم لاولئك القتلى المغرر بهم الشباب، ابطال في 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 موقف في موقف غير ما هم فيه. ذهبوا الى باطل، يقاتلون على صرخه، على مشروع خميني، على افكار مغلوطه، على افكار دخيله على بلادنا. الله لا الحق خير الحوثي والجماعه المتطرفه اللي دمروا الشباب، قتلوا الاطفال والنساء. واصل يا ابو خالد. والله هذا الذي حاصل، لكن ان شاء الله تحرر البلاد والعباد من هذا السرطان الخبيث الذي حل بهذه الامه. اشكرك، تحيه لك. متصل جديد. الو الو مرحبا. هذا الذي حاصل لك ان شاء الله. اسمعني من التليفون، اسمعني من التليفون. الو هلا ومرحب. كيف الحال؟ نحمد الله على كل حال وفي كل حال. عرفنا عليك اخي. كيف ابو نوره؟ كيفكم طيبين؟ هلا هلا ابو نوره، تفضل. والله الحمد لله نتفائل بالخير يا اخي، نتفائل بالنصر. نتنا للعمالقه وللطارق ما عاد في امل لا فيهم، اما اللي فحطوا ما في امل. في ابطال، في ابطال يا ابو نوره، والله يا في ابطال، وشاهدنا في ابطال وادوا ارواحهم وادوا ارواحهم، لكن احنا نتحدث عن القيادات التي بتاعه تشتري، اما الافراد فهم ابطال في كل جبهه ما يقصروا، بيض الله وجههم. الابطال يذبحوا بدون حتى روات زي الدجاج. ما هو الحل يا ابو نوره؟ الحل يتحركوا القوات المسلحه بقرار عسكري وينسوا السياسيين، لا بك مؤتمري ولا اصلاحي ولا صحيح. ان شاء الله على القوات المسلحه غير ذا الكلام ما فيه. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يعقلوا باذن الله. اشكرك يا ابو نوره. متصل جديد. الو الو يا مرحبا. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمه الله. اسمعني من التليفون الله يخليك. ابو عفاش الحجوري. ابو عفاش انا اسمعك من التليفون. طيب ابو عفاش الحجوري. من؟ تفضل تفضل يا ابو عفاش الحجوري. حيا ومرحب، تحيه لكل ابناء حجور. يا أخي طالما أسرة عفاش موجودين الدنيا، أنا أقول طالما رجال يعني رجال وأبناء عفاش وأبناء المؤتمر الشعب العام والرجال الوطنيين الشرفاء موجودين في اليمن، الدنيا اليمن لا زالت بخير.
اليمن ليس المؤتمر الشعبي العام يا ابو عفاش، الله يخليك. احنا بنقول انه المؤتمر هو حزب في الاخير، لا يمتلك اي ميليشيات وطني. نحن نتحدث عن كل القوى السياسيه، عن كل ابناء اليمن. أبناء. واصل. نعم، فانا اشكر قناه السفير احمد علي عبد الله صالح بمبادره اليوم الطلاب اليمنيين لفلسطين. وطبعا اثبت العميد طارق عفاش للعالم، يعني شوف السعوديه استدعته الى الرياض، لماذا؟ لانه رجل اثبت في الميدان انه رجال ما في كشوفات عندهم او وهميه. صحيح. او جنود وهميين، عندهم رجال كل يوم يكسروا ضعفات، كل يوم يثبتوا للعالم ويثبتوا لليمنيين ويعطوا اليمنيين الامل انه لا زال هناك رجال قادرين يحرروا اليمن. صحيح. دوله المخونه والامم المتحده ولا قد تحررت صنعاء من زمان. صحيح. من قبل سنه. لابد ما تتحرر ان شاء الله. قالوا الملح يبطي. انا ما بطلع عندنا مثال يمني يقول الملح يبطي. بأطرح المجال للآخرين للاتصال، بس بقول تحية الجمهورية اليمنية، تحية الجمهورية اليمنية. أحييك يا أبو عفاش، تحية لك يا أبو عفاش، شكرا لك. متصل جديد. ألو ألو ألو، مرحبا. ألو، موجود يا شباب؟ إذن نجدد مناشرتنا مشاهدينا الكرام للآباء والأمهات الذين يضحوا بأولادهم في معركة خاسرة مع هذه الميليشيات. اتقوا الله. ألو، مرحبا. كيف حالك؟ حيا ومرحب، من معي يا أخي؟ معك عيسى. من؟ عيسى. تفضل يا عيسى. أبغى أتكلم معك يا فارس. معك أنت على الهواء يا عيسى. أخبارك؟ الحمد لله. سلامة؟ زين يا بات زين. أشكرك. نشكر أحمد علي عبد الله اللي جنبها من شان الطلاب اللي في الصين. نعم. وإن شاء الله أن عرب يمن قريب إن شاء الله. أشكرك يا عيسى. ومتصل جديد. ألو ألو، السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ نحمد الله على كل حال. عرفنا عليك أخي. يا أخي أبو من؟ فارس. ابو من؟ ابو طارق. تفضل يا ابو طارق، انت على الهواء. يا استاذ فارس يعطيك العافيه حبيبي، وكلم الجماعه اللي عندك الاصلاحيين، هذا الرؤساء الاصلاح. يا اخي الزعيم رحمه الله عليه وعلى جميع الشهداء، امين. الزعيم بجبروته وقوته وسياسته، يا اخي اعتذر للشعب اليمني عن الخطأ اللي عملوا مع الحوثيين، وهذولا ما يتنازلوا يعتذروا للشعب، وأنت لك أكثر من شهر تنادي بالاعتذار، اعتذروا اعتذروا. يا أخي عيب عليهم، استحوا على وجيههم والله. عيب عليهم والله. إي والله استحوا شوي. إن شاء الله فيهم عقلاء يا أبو طارق. لابد أنه ما فيش معهم أصلا أي خيار، يعني هم راهنوا انه يكونوا هم الشرعيه وهم الحكم، وبالاخير وصلوا الى طريق مسدود كش ملك الحوثي قال لهم كش ملك. يا اخي خذوا نسبه حتى 3% من سياسه وحنكه الزعيم. بعد فرق يا ابو طارق، بعد فرق ان شاء الله. ابو الزعماء وابو الشعب ان شاء الله تتضح الامور اكثر، ويعرفوا الجميع انه البلد بكاد يضيع، والناس بيعمس الحاجه للوطنيين للشرفاء، يعني قد جمعوا مال معهم ثروة لهم عشرات السنين يجمعوا، وما جمعوا في الخمس سنوات ربما يكفيهم لخمسين جيل قادم. أقل حاجة سطروا موقف يا جماعة مشرف، يكفي له هنا ويكفي. كم بيتعمروا يا أبو طارق؟ لما تيجي تحدثنا عن شخصيات سين أو صاد من الناس، كم بيتعمر؟ لمن هذه الأموال اللي تجمعوها؟ بس على حساب الشعب؟ هو هذا المشكلة. طيب ردوا الجميل لهذا الشعب، اتخذوا موقف مشرف. احنا ما قلنا لكم تكونوا معنا قاتل، تعال قاتل حتى تقتل. اتخذوا موقف. نعم. مسيطرين على القرار، قرار الرئاسي، القرار الحكومي، كل شيء بايديهم، وبيع شراء بابناء الشعب اليمني. انا والله العظيم قاعد اتعجب واسمعك دائما تنادي بالاعتذار. يا اخي اطلعوا اعتذروا، ايش الكلام هذا؟ يا اخي خذوا شيء بسيط بس من حنكه الزعيم رحمه الله عليه. يا ابو طارق، الكبرياء والغرور خرجت قالوا ابليس من الجنه. نعم صدقت، لكن بعد فرق ان شاء الله. الله كريم. اشكرك يا ابو طارق، تحيه لك. الله معك. متصل جديد. الو الو، مرحبا. موجود يا شباب؟ تفضل اخي. من؟ الو، اسمعني من التليفون وعرفنا عليك.
ايه كيف حالك؟ نحمد الله. معك ابو يونس من صعبة. اهلا يا ابو يونس، تفضل. كيف اخباركم يا اخي؟ والله تمام، زين اهبات زين. يا اخي ان يعني هذا الحرب ما درينا كيف هو يا اخي. قدي واضحة يا ابو يونس، كيف ما دريت كيف؟ واضح. يا اخي يعني بلا قرح وراس علي عبد الله الصالح المؤتمرين ورجع في الاخير خلاص ما عاد مشوا معاه ولا شيء، ناس راح السعودية وناس افلت في صنعاء وناس، واحنا منتظرين يعني اي خبر منهم. الصبر الصبر يا ابو يونس الصبر. في مؤامرات دولية، ما ننساش انه هذه العصابة والميليشيات اقسم بالله لو في نية حقيقية ما تظل شهر امام الشعب. لكن المؤامرة الدولية ذهبوا وارتموا في احضان الامم المتحدة الذي يقول الموت لامريكا، الموز لامريكا. لا تصدق يعني اصبح كل شيء مكشوف اصلا. امريكا تشتي بتاعها، تشتي معها صفقات سلاح مئات المليارات. وبالتالي ما تشيش الحوثي ايضا ينتهي، نكون واضحين. يا اخي واصل يا ابو يونس واصل. الو موجود ولا راح يا شباب؟ اشكرك يا ابو يونس، وعد الاتصال اذا عاد عندك رساله. الو مرحبا. الو اهلا. الو ايوه معك. الو نعم. الو ايوه مرحبا. الو ايوه معك. السلام عليكم. سلام ورحمه الله. حياك حياك يا استاذ فارس. تفضل اخي، من معي؟ الله يفتح عليك عبد الله الحضري. تفضل يا عم عبد الله. يا اخي الفاضل نبيك والتحسين، الله يفتح عليك. تفضل تفضل انت على الهواء. بعيد التحسين ولد. تفضل يا عم عبد الله. اثنين يا اخي الله طبعا. اثنين مع طارق. واثنين مع عبد الملك. واثنين انت عبد ربه. واثنين انت علي محسن. هذا لأولادك؟ ثمانية أولاد لهم عليهم بالجبهة، كل واحد يعني بالجبهة. يعني أمورك سابرة؟ أمورك سابرة يا أبو عبد الله؟ الله يفتح عليك في جناحي. يعني تلطش من هذا ومن هذا ومن هذا ولا كيف يعني؟ ولا فاعل توازن سياسي؟ افتح لي افتح لي المجال والله إن شاء الله. تفضل تفضل يا أبو عبد الله تفضل. تفضل. يمشي يفتح الله ينور. اليمن فوق كل شيء. صحيح. ما في فائدة يا حروب، يعني يعني الحروب هذا دمرت الشعب اليمني، لا نحتاج للخارج، لا نحتاج للإمارات، ولا للسعودية، ولا لإيران، ولا لكل، معناته شوف عندنا السعودية تتحرك إلى وين؟ أتحرك إلى المهرة، الإمارة تتحرك إلى وين؟ أتحرك إلى سوق قطر، يعني إيش الفائدة؟ هل سموها مكحوفيين؟ هل سموها المهرة يعني ابن عبد الله؟ والله ما قد سمعنا حاجه من السلطه المحليه يا عم عبد الله. لا نحرف احيانا المعركه عن مسارها الحقيقي، احيانا هكذا تذهب لمين ادنى الشرق لا ادنى الغرب، معنا عدو يقول لك انه يحكمك بسم الله ويذبحك بسم الله. نفس الخوارج، انت قرات تاريخ الخوارج ولا لا؟ الذي كانوا يرفعوا المصحف وقتلهم علي بن ابي طالب رضي الله عنه. التاريخ اليوم يعيد نفسه، بس الناس في جهل في تخلف. التاريخ اليوم يعيد نفسه يا عبد الله. هذه شرذمة خبيثة تطعن في الدين في العقيدة، يعني تقتل تذبح تسرق تنهب من أجل أن تحكم، ويرفعون كتاب الله عز وجل كذب ودقل حتى بسم الله وباسم آل بيت رسول الله وعلى علي وعلى الحسين، وكل يوم محمد مشكلة. واصل يا عبد الله، موجود ولا راح يا شباب؟ شكرا لك وإن شاء الله تصل رسالتك. متصل جديد. الو الو ايوه مرحبا. السلام ورحمه الله وبركاته. هذا قناة اليمن اليوم. نعم يا اخي انت على الهواء، من معي؟ ما انا على الهواء، انا اشوفك. الا انت على الهواء، تفضل. معك المظهراني راجع. من؟ الو تفضل يا اخي انت على الهواء، اسمعني من التليفون. المظهراني راجع، كيف حالك؟ تفضل اخي انت على الهواء تفضل. اسمعني من التليفون يا ابن راجح.
الو غيره شباب غيره ما في صوت عنده هذا. الو ايوه مرحبا. السلام عليكم. تفضل اخي وعليك السلام. قناه الاليم اليوم. نعم اخي انت على الهواء من معي؟ معك ابو عزام. تفضل يا ابو عزام. هل يا اخي فارس شفت المسرحيه حق مهم؟ نعم شفتها. شافوها العالم كله. العالم كله شافها. وهم يتكلموا يا شوفني يا شوفني. عام 5 سنين كامل ونزلوا لي ايش ذا. وين ليش حقهم؟ والله عدم يزعلوا ليش نطرح احيانا نتحدث عن واقع مؤلم؟ عدم يزعلوا. واصل يا ابو عزام. اذا المشاهد الكرام كان ابو عزام اخر المتصلين داهم من الوقت، لكن اعود واكرر نفس ما نطرحه كل يوم انه خلوا ثقتكم بالله كبير، الصبر والنصر ساعه، والابطال في مختلف الجبهات جاهزون وعلى اتم الاستعداد للمعركه الوطنيه الفاصله مهما كانت التضحيات. لا بد من صنعاء ولا بد من اليمن كلها تحرر من هذه الجرثومه الخبيثه. تحيه لكم اينما كنتم، دمتم ودام الوطن بألف خير. الى اللقاء.